دمار السور الشمالي لقلعة المضيق نتيجة قصف واحتلال العصابة الأسدية لهذه القلعة الأثرية في ريف حمص. هاي 2-0. نروح نحافظ. دمار الأبراج الأثرية لقلعة المضيق في ريف حماة. وينن؟ هلا. شايفك مهرسة في الصغر. يلا ثواني. قد نتيجة؟ هذا البيت المدمر. خلنا عليكم جون. أيوه هون شوف. هذا المحرس ما؟ بس ما مبين.